بعد غياب ما يقارب العامين بسبب الجائحة التي ضربت العالم، عاد مهرجان جرش من جديد وأوقدت شعلته وسط حضور لافت ومتحمس لعودة المهرجان الثقافي والفني في الأردن. مهرجان جرش للثقافة والفنون له رمزية كبيرة لدى الأردنيين، وأيضا له خصوصية. الرمزية تتمثل في أنه يقام خلال احتفالاتنا بمناسبة دخولنا المئوية الثانية، والخصوصية أنه أيضا يقام في ظروف جائحة كورونا التي نسعى إنه إن شاء الله أن نتخطاها من خلال البروتوكولات الصحية والالتزام الكبير من المشاركين والحضور وغير ذلك من الأمور. حفل افتتاح المهرجان الذي رعاه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخاصون وشهد حضور عدد كبير تخلل فعاليات احتفالية بمئوية الدولة والغناء للقدس، إضافة إلى فعالية شعرية بعنوان موطن الأمجاد، ثم رقص فلكلوري على أنغام أغان وطنية قديمة. في ظل هذه الظروف نتمكن من أن نخرج بهذا المهرجان بأبهى وأجمل الصور، وأن نحافظ على التعليمات الموضوعة لموضوع الصحة، حتى بالتالي إن شاء الله يمر يعني هذا المهرجان يمر بكل حب وبكل أريحية لكل الناس دون أي منغصات، وإحنا نراهن على هذا الوعي، وأنا أعتقد سنبعث رسالة للعالم يعني فيها كل معاني الفخر والاعتزاز، وأيضا أن الأردن قدر أن يتعامل مع هذه الجائحة بكل شموخ وبكل كبرياء وبدون إن شاء الله إلا الأشياء المنيحة. وشهدت افتتاحية فعاليات المهرجان في نسخته 35 وتحديدا على مسرح المدينة الأثرية الجنوبي حضور الفنانة اللبنانية ماجد الرومي وسط حضور لافت فاق التوقعات. وأثناء غنائها على المسرح الجنوبي تعرضت الفنانة ماجد الرومي لحالة إغماء أربكت الحضور وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعادت بعد ذلك إلى المسرح لتمتع الجماهير. وعاد المهرجان هذا العام تحت شعار جرش مزينة بالفرح بمشاركة 5 نجوم عرب وأكثر من 70 فنانا أردنيا وما يفوق 38 فرقة فلكلورية محلية وعربية وعالمية.